جهاد مبروك، أحد جرحى ثورة. نعرفك ما تحبش ياسر تنسيستي على النقطة هذية. في الآونة الأخيرة تحكم عليك بثلاثة أشهر سجن مهم السورسي وبغرامة مالية بدينار رمزي وباختيار. كان نحكيو شنو هي حيثيات وتفاصيل الحادثة اللي على أثرها خرج الحكم هذايا. 23 سبتمبر 2011، وقف احتجاجية ضد رمز من رموز الفساد في الشابة. سرقنا أثارنا وقعد يعمل في مشاريع في البحر، في مسقط البحر، وفك برشا أراضي متاع عباد، وهذا كل موثق وعاملين به برشا قضايا. وان بليس البلدية عاملة به زادة قضايا، خاطر ضب أوان بلدية وقت جاو ينحيو في محابس متاع زهور معناتها قدام دار غير قانونيين، ضب العوين متاعهم. مشينا في وقفة احتجاجية، كنت أنا وقتها ما زلت كي رجعت نمشي على السقايا بعد ما تضربت، وصارت وقفة كبيرة وصارت بروفوكاسيون ما عنده هو من جماعته. وشاركوا فيها أهالي الشابة؟ أهالي الشابة، ونظمتها معناتها مجموعة كبيرة من الجمعيات والمجتمع المدني وعباد، وكنت أنا معاهم. صارت بروفوكاسيون، الجيش زاد موجود. وقت اللي نقزوا له مجموعة، نقزوا الدار، وكان مجموعة تمثل من 20 واحد. وقت اللي نقزوا له جاني أنا جارد كور، قال لي تنجم تدخل تقول له ما تكسروش. أنا دخلت، وقت اللي دخلت مش نحكي معاهم بيسك فما برشا دزين وكل شيء. جيت بحث معناتها في وسط البيسين، وقت اللي أنا طالع صوروني وفات الحكايه كيكا. من بعد نعرف اللي هو عمل بيا قضيه انا والجمعيه وخمسه جمعيات هذم وتسعه اشخاص. من بعد اختار كان ثلاثه من الناس، النيابه العموميه اختارت ثلاثه من الناس هكا، اللي هو انا وزوز اخرين. والجمعيات نحاهم، والاشخاص الاخرين اللي هما خمسه من الناس نحاهم، على خاطر ثم احزاب معاهم، معناتها هم منظمين الاحزاب والجمعيات. هذا كله انا مفسره انه مش ما يعملش بال بلو مش ما يكسروش راسه وكل شيء. صارت الاستنطاق، ومن بعد نجي نشوف في استدعاء المحكمه فيه طامت اللي انا دخولي للبيت عنوه ليلا دون استئذان صاحبي وتخريب ممتلكات المنزل. دونك هي الحكايه ما صارتش في الليل. دونك هي الحكايه صارت مع قبل شق الفطر في رمضان، وقتها هي 29 سبتمبر 2011. هذه حاجة. وحاجة ثانية اللي وقت اللي وقفت قدام القاضي قلت لي أنت هو متهمك أنك كسرت المحابس اللي قدام دار. قلت له هذوكم أول حاجة أنا ما كسرتهمش، ثاني حاجة فاهم قرار بالهدم وهو ما حبش ينحاهم، قال له ما ثم حد شيء زاد يثبت. وحاجة أخرى أن التصويرة ما تثبتش اللي أنا كنت نخرب كل شيء، سيرتو اللي أنا ما نجمش ننقي السور، سيرتو اللي بورتيه ولا حل الباب. بعد نفيق بالحكم الأربعة الفايتة اللي الحكم تعسفي برشا، هي اون برانسيب جنحة نلقى فيها معناتها من غير ما تشوف ليش هودي للوثائق نتاعي تحكم عليا طول، تقول لي ثلاثة أشهر ماهمش سوسي ودينار رمزي اللي هو خايب شوية و200 ألف اختيار. جهاد، من غير ما ندخل في الجوانب القانونية أنا حبيت تركز على نقطة، معناتها أنت ما كنتش وحدك، كان معك برشا عبيد حاضرين عليه ما تم سماحهم كشهود معناها لتبرئتك. قدمت انا والمحامي بتاعي قائمه بالشهود، وثم زاد شكون عمل شهد كتابيا، قدمنا له هذا كل. وفي الجلسه اللي بعدها طول الحكم تعليم غير ما تشوف حد. اليوم شنو ننتظروا؟ مش تقوم بالاستئناف؟ معناها شنو هي المراحل القانونيه القادمه؟ باش تصير عريضه مش تقوم بالاستئناف، بعثها محاميه شرف الدين القليل وعندها خمسة ايام، والتو حدوا لي دات الاستئناف، وان شاء الله في الاستئناف يتيح الحكم ولا يخفوا فيه. ما نعرفش معناتها شنو تنجم تعمل القضيه هذه، سيرتو اللي انا متاكد ان الحكم ديجا مكتوب من الاول. فهمتني؟ جيت فما نقطة أخيرة أنا ما نحبش نركز عليها برشا، أما لهنا فما عديد التساؤلات قاعدين يطرحوا في مواقع اجتماعية في فيسبوك وغيره. فما شكون يقول أنه نظرا لأنه تدهورت العلاقة بينك وبين وزارة حقوق الإنسان متمثلة في شخص سمير ديلو، وبين يمينة الزغلامي اللي هي تمثل لجنة حقوق الإنسان والجرحى في المجلس التأسيسي، قد يكون أنهم قاعدين اليوم يقتصوا خلينا نقولوا من جهاد مبروك بطريقة أخرى، بما أنه ما مشيش معاهم في التيار وما حبش يقعد منضوي تحت يافطتهم. ما نستبعدش الشيء هذا، سيختو صارت لي قبل فاست المحكمة العسكرية، وسيختو صار لي تهديد مع يمين الزغلامي إنها مش تحكمني
وباش تعمل فيا برشا حكايات. ومن بعد ايش الحاجه ذي وسيختو كي نشوف الحكم هذا نشوف اللي فيه جانب سياسي معناتها من الحكايه هذه. وانا ديما معناتها قلت ديجا بامال دو فوا لان نحي سيفتي كجريح ثوره، نحب نكون انسان عادي ديجا قبل ما تضرب انا انسان عادي. وحاجه برك نحب نقولها، كان هما عملوا الحكايه ذي راهو نقول لهم لعبيت كم السندي مش السندي كجهاد مبروك مش كجريح ثوره. وانت كيمين الزغلامي وكوزير حقوق الانسان انت متمثل الجرحى والشهداء، اش بكم ما سالتونيش شنو هي حكايتك هذايا؟ هو نرجع ديما للسؤال الاصلي، شنو هي طبيعه المشكله بينك وبين وزاره حقوق الانسان وبين يمين الزغلامي؟ طبيعه المشكله اني يعني انا ما كنتش هكا الانسان اللي كي يقولوا له تفضل لو عندك خدمه وعندك فلوس واللي هي وراها فما حكايه اخرى انك تسكت كي نعطيك هذا الكل. انا ما كنتش معاهم في الخط وكنت نحضر في برشا دي بلاتو في الراديوات وكنت نحكي على اي حاجه يعملوها هي وغالطه انا ديما نفضحها. وسيختو انا قلت لهم ما عنديش فيكم الثقه على خاطر ما عملوا حتى شيء بالنسبه للجرحى والشهداء.